هنالك مقولة تقال أنه الأمن القومي الجزائري مثله مثل القمر، فله جانب مظلم. نعم جانب المظلم هذا هو أمور سرية، أمور غير مصرح بها، نعم علاقة أبوية كانت تمارس بين الوصاية الفرنسية وبين بعض شخوص من داخل العلبة السوداء الجزائرية. ليس هذا مجال للكلام عنه، لأنه فيها حتى من لا يقوم بالتشكيك في قضية قطع أو تجميد أو وضع العلاقات الفرنسية الجزائرية في البرنامج، أنها مجرد مسرحية أو مناورة من باب صناعة نوعا ما وضع كرتوني لهيبة الدولة. ولكن أقول أنه بالرجوع إلى مرحلة ما بعد الاستقلال الجزائري، كانت فيه هنالك حروب سرية بين النظام السياسي الجزائري وبين النظام الكولونيالي الفرنسي، الذي لا زال نظام كولونيالي ما دام أنه فيه هنالك خلية فرنسا إفريقيا تؤمن أنه لا مستقبل لفرنسا من دون إفريقيا. فردوسها الخلفي في إفريقيا والتي من بينها الجزائر. ولكن أقول أنه 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 فقط الشيء الجديد الآن، الشيء الجديد أنه عندما نتكلم عن الدبلوماسية الجزائرية وعن إقحام بعض الأدوات الاستراتيجية، ودعني أقول حتى بعض الأدوات الاستخباراتية، لأننا نتكلم الآن عن عصر عدم اليقين والشك الاستراتيجي. يعني بعد ما كانت مهمة الأدوات الدبلوماسية هي تمثيل الدولة أو تمثل نقاط استطلاع متقدمة من أجل تأمين أو استزادة مصالح الدولة، الآن دور الحالي للدبلوماسية الجزائرية هو ضمان سيادة ووحدة الدولة الجزائرية. يعني الآن ناهيك عن شيء يسمى بالدبلوماسية الاعتيادية أو الدبلوماسية التي اعتدنا على أساس أنها برستيج خارجي للدولة. الآن دور الدبلوماسية يأتي كتكملة لتلك الوسائط التي كانت تلعب دورا في تعزيز الأمن القومي الجزائري. ولهذا أقول أنه نظرا وسلسلة التضييقات وسلسلة ما أسميته أنت، أن هذا الطوق من التهديدات أصبح قريب جدا منا، أي أصبح متاخم على حدودنا الترابية والإقليمية.